من الحاجة. المدعى في كلماتهم أن هذه السورة هي مكية وليست بمدنية لدليلين. الدليل الأول الذي ساقه جملة من المحققين لذلك هو أنه القرآن الكريم يقول في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن الكريم. له العظيم عظيم في ذيني يعني ما أدري بلي القرآن العظيم بلي باعتبار الأخ قال كريم احنا نوقع اشتباه بل القرآن العظيم. ولقد آتيناك هذه الآية المباركة وردت في سورة الحجر، وسورة الحجر مكية بالإجماع، والآية تقول ماذا؟ أنه أعطيناك سبعا من المثاني. يبقى أن نثبت أن سورة الفاتحة هل هي السبع المثاني أم لا؟ روايات من الطرفين من الفريقين من العامة والخاصة تقول مراد من السبع المثاني هو ماذا؟ سورة الفاتحة. هذا أحد الدليلين الذي يذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتاب البيان، يقول إن فاتحة الكتاب هي السبع المثاني، وقد ذكر في سورة الحجر أن السبع المثاني نزلت قبل ذلك، فقال تعالى: وسورة الحجر مكية بلا خلاف، فلا بد وأن تكون فاتحة الكتاب مكية أيضا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي أقيم على إثبات أن الفاتحة وأن سورة الحمد مكية أنه وردت عندنا رواية من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. إذا لم تكن نازلة في مكة لا بد إما أن نلتزم أنه لم تكن صلاة في مكة أبدا، أو كانت هناك صلاة من غير الفاتحة. هسه طبعا هذه إثبات أحد المدعيين، قد يقول قائل بل لم تكن هذه الصلاة المتعارفة في مكة، قد يقول قائل ما أريد أقول هكذا، أو قد يقول قائل بأنه كانت موجودة ولكن لم تكن بهذا النحو المتعارف عندنا. إذن لا بد من إثبات دعويين حتى يثبت هذا الدليل الثاني أن سورة الحمد ماذا؟ سورة مكية. أولا أن هذه الصلاة المتعارفة عندنا كانت في مكة، وثانيا أنها كانت مع فاتحة الكتاب، وإلا لو أنكرنا أحد الدعويين إحدى الدعويين بعد هذا لا يكون دليلا على إثبات مكية سورة الفاتحة. لهذا هذا الدليل الثاني أيضا يذكره السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، ولكنه هذا الدليل الثاني متوقف على هذين الدعويين. ولكن الأمر سهل باعتبار الدليل الأول لعله تام في نفسه، مضافا إلى الاتفاق الموجود أن هذه السورة ماذا؟ سورة مكية. نعم البعض يقول أنه نزلت مرتين هذه السورة، يعني نزلت في مكة ونزلت في المدينة، نزلت في مكة ونزلت في المدينة، فالسورة نزلت في موضعين فهي مكية ومدنية، وهذا إن دل على شيء فيدل على عظمة هذه السورة وعلى أهمية محتوى هذه السورة، وأن المحتوى الذي تشير إليه محتوى ثابت لا يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، بل في جميع الأزمنة والأمكنة والشرائط نحن نحتاج ماذا؟ إلى هذا الغرض الذي تؤكد عليه السورة المباركة كما سيتضح بيانه بعد ذلك. السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه هنا يذكر فد نكتة، ولكنه يقول خوب هذه ما يقول استحسانية بل هي استحسانية، يقول لنزولها مرتين لعلها وجبت أيضا في الصلاة ماذا؟ في الركعة الأولى والركعة الثانية. فد وجه استحساني هذا، وإلا أقف شنو العلاقة بين أنها نزلت مرتين وأنه ماذا وأنها وجبت في الركعة الأولى والركعة الثانية.
يقول ولا يبعد أن يكون هو الوجه في تسميتها بالسبعة مثاني، يعني نزلت مرتين، ويحتمل أن يكون الوجه في وجوب الإتيان بها مرتين في كل صلاة، مرة في الركعة الأولى ومرة في الركعة الثانية، أنها نزلت السورة ماذا؟ مرتين، فوجبت مرتين في كل صلاة. على أي الأحوال هسه بعض الوجوه مو مهم أنه نقف عندها صحيحة مو صحيحة، غرضنا من أبحاثنا التفسير مو هالأبحاث، وهو أنه هسه ليش مرة لو مرتين، وإذا صارت مرتين ليش مرتين في الصلاة لو مرة في الصلاة، هذه أبحاث موجودة في الكتب الإخوة تستطيعون مراجعتها. بيان عدد الآيات أيضا فد مطلب ليس من الضروري الآن الإنسان يقف عنده، المهم بأنه متفق عليه أنه هذه السبع آيات الفاتحة سبعا من المثاني سبع آيات.